سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد لنا معكم من رحاب المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس، حيث نستمع معكم إلى تلاوة من آيات الله البينات من هذه الرحاب الطاهرة، يتلوها المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وكما اعتدنا أن نستمع منه إلى تلاوة من آيات الله البينات في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ننصت خاشعين في هذه الدقائق الحلوة إلى ترتيل من آية الذكر الحكيم يرتلها المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من وتحسبهم أيقاظهم رقود ونقلبهم ذات
اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم إنهم إن يرهوا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق
وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء وقل عسى
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم فمن يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا استبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن
وكان له ثمر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو الإنسان ليطغي
كلا لئن لم ينتهي لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله.